مشاهدينا اهلا بكم في برنامج معاهدات ومواثيق. هذا البرنامج الجديد الذي سوف نطلعكم فيه على اهميه انضمام فلسطين الى المؤسسات الدوليه والى النادي القانوني الدولي من خلال الاتفاقيات العديده التي قامت دوله فلسطين بتوقيعها مع المؤسسات الدوليه مثل الامم المتحده واليونسكو وغيرها. سوف نركز الضوء ونسلط الضوء على العديد من هذه الاتفاقيات لنوضح اهميه انضمامنا اليها وما هي المترتبات على دوله فلسطين. في هذه الحلقه الاولى نستضيف راس الدبلوماسيه الفلسطينيه معالي وزير الخارجيه الدكتور رياض المالكي. الذي يشرف على الفريق الفلسطيني الذي يقوم بالتفاوض وبالوصول الى اتفاقيات لنصل تصل فلسطين الى الحريه والاستقلال. نرحب بك معالي يا الدكتور. اهلا وسهلا شكرا اخي علي. معالي الوزير يعني جهود وزاره الخارجيه بالاضافه الى المؤسسات والاجسام الفلسطينيه الاخرى تعملون جاهدا وتعملون بعمل حثيث من اجل ان تكون فلسطين عضو في المحافل في الاتفاقيات في العهود في البروتوكولات ايضا من اجل خدمه القضيه الفلسطينيه وجودا وصولا الى الاستراتيجيه اللي وضعتها السلطه والقياده ومنظمه التحرير لتحرير فلسطين واقامه الدوله صحيح. معالي الوزير يعني بدنا ندخل مباشره في اهميه توقيع فلسطين للاتفاقيات نعم. للعهود للمواثيق نعم. تفضل صحيح شكرا موضوع مهم جدا واعتقد انه يجب تسليط الضوء عليه حتى يتم استيعابه بشكل واضح وصحيح من قبل شعبنا الفلسطيني واهميته في هذه المرحله بالذات ما قبل الانضمام للاتفاقيات مختلف تماما على ما بعد الانضمام للاتفاقيات بالنسبه لنا كشعب فلسطيني كقضيه فلسطينيه لا. على المستوى الدولي. عندما كنا عندما لم نكن اعضاء في تلك الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات لم تكن تسري علينا تلك الاتفاقيات والمعاهدات ومن حيث الحقوق او من حيث الاستفاده من تلك الاتفاقيات والمعاهدات نعم. انت تعلم بانه بعد الحرب العالميه الثانيه اجتمعت الدول جميعها واتفقت فيما بينها على وضع اطار ناظم لهذه العلاقه ما بين الدول يحدد طبيعه هذه العلاقات بحيث لا يتم انتهاك حقوق الدول الضعيفه الدول الصغيره ويحفظ طبيعه العلاقات ما بين هذه الدول. اصبحت هذه العلاقات متعدده الاطراف من خلال الاتفاقيات والمعاهدات هي الناظم لهذه العلاقه. وانسجمت كل هذه الدول في هذا الاطار الدولي، اصبحت هذا الاطار الدولي هو الاطار كنادي يحدد طبيعه هذه العلاقات، من هو خارجه معناها يعني هو لا يستفيد من هذا الاطار، من هذه العلاقات ولا يكون جزء منه. نعم. وليبقى خارجه. لهذا السبب عندما نظرنا كيف نستطيع ان ندخل، الدخول الى هذه الى هذا النادي الخاص يتطلب اولا ان نعم. تكون عضوا كامل العضويه في الامم المتحده. نعم. او ان تكون عضوا كامل العضويه في احدى هيئاتها. نعم. في احدى هيئاتها. نحن جربنا في البدايه. ان نكون عضوا كامل العضويه في 2011 في الجمعيه العامه للامم المتحده ولكن واضح بانه كانت هناك موانع حالت دون ان يتم اخذنا باخذ هذا هذا الطلب في داخل مجلس الامن نعم وبسبب الموقف الامريكي لهذا السبب كنا نبحث عن كيفيه المرور على هذا الطلب من خلال الانضمام الى احدى هيئات الامم المتحده واحده نعم. هيئات الامم المتحده بالنسبه لنا كانت اليونسكو هي المدخل تحدثنا مع السيد الرئيس اعطانا الضوء الاخضر للذهاب الى اليونسكو نعم. وهناك تم التصويت في 31 اكتوبر 2011 نعم وحصلنا على المطلوب وهو ثلثين الاصوات ثلثين الاصوات وليس بسهل ثلثين الاصوات نعم. 107 دول صوتت معنا 14 دول دوله صوتت ضدنا واصبحنا عضوا دوله فلسطين دول.. اصبحت نعم. عضوا كامل العضويه نعم. في اليونسكو في وهي احدى نعم. منظمات هيئات الامم المتحده نعم. اذكر بس أنا ان أنا الطلب الاول الذي قدم قدم بواسطه الرئيس ياسر عرفات سنه وثمانين. صحيح بس كنا كن نعم. كمراقب كمرقب. نعم صحيح نعم. عندما تصبح عضو كامل العضويه نعم. عند ذلك تفتح تفتح لك كامل الابواب نعم عندما ذهبنا الى الجمعيه العامه المتحده في العام الذي يليه نعم وفي 29 نوفمبر 2012 وحصلنا على صفه دوله مراقب غير عضو نعم ده يعني مراقب غير عضو نعم هذا لا يفتح لنا الأبواب لأننا نحن بقينا دولة مراقب غير عضو. نعم. الذي فتح لنا الأبواب الحقيقية هي عضويتنا الكاملة في اليونسكو. في اليونسكو. نعم. لهذا مهم جدا نعم. أن أن نتفهم طيب. هذه القضية. طيب. لأننا عندما نذهب إلى لنطلب عضوية في أي منظمة دولية نعم. أو هيئة أممية، الشرط يقول. إما أن تكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة وهذا لا نستوفيه نعم. أو تكون عضواً كامل العضوية في إحدى هيئات الأمم المتحدة نعم. واليونسكو توفر يعني. لنا ذلك نعم. من خلال باب اليونسكو دخلنا على, على كل هذه المنظمات الاتفاقية. والهيئات والاتفاقيات التي قمنا بها نعم ما هو الفائدة من كل ذلك؟ بالنسبة لنا نحن نحاول أن نفعل نهج مدروس مرتبط بقواعد القانون الدولي نعم. لكي نجير ونسخر لصالحنا نعم. في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي طيب. بالنسبة لنا هذا مهم جدا نعم. هذا يعني باننا فعلنا ادوات جديده لم تكن متاحه لنا في السابق من خلال انضمامنا الى هذه الاتفاقيات والمعاهدات وانضمامنا الى تلك المنظمات الامميه اصبحت لدينا ادوات جديده لم تكن متوفره لنا في السابق نستطيع ان نوفرها ونجيرها لصالح حقوقنا وفي مواجهه الاحتلال هذا هو التميز الجديد الذي تحصلنا عليه ابتداء من 31 اكتوبر 2011, 2011 وما بعد ذلك مع الوزير نشاهد معا هنا السيد الرئيس يوقع وحضرتك الى جانبه نعم صحيح هنا هنا ايضا تقفون ويوقع هذه الاتفاقيات هنا في الرئاسه لتفصيح. لتفصيح. في الرئاسه نعم للتصحيح هو يوقع طلب الانضمام طلب الانضمام نعم صحيح. الآن وصولا وصولا الى أولا طلب الانضمام ثانيا إلى توقيع الاتفاقية يعني. ما بين هاتان المرحلتان هاتين ماذا تفعلون ما هو المطلوب منكم ليس وزارة خارجية فقط أنتم في مجموعة ريت تعرفنا على المجموعة التي تقوم بالوصول إلى اتفاقية طرح كيف يتم طرح الاتفاقية من الذي يتم مناقشة بالجانب الفلسطيني هل هو التشريعي هل هو الوطني هل هو المركزي أم الحكومة ومن ثم كيف تتم تدريجيا وصولا إلى الاتفاقية صحيح هناك عدة احتياجات نعم. هناك الاحتياج السياسي في مرحلة سياسية معينة تأتي القيادة وتقول نحن نريد الانضمام إلى مزيد من تلك الاتفاقيات والمعاهدة لأسباب سياسية بحتة. نعم لأسباب سياسية قد تكون هذه الأسباب السياسية مرتبطة بأوقات سياسية لها هدف ما. نعم. السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية تحدد تلك الأوقات من أجل. الاستفادة من ذلك الزخم السياسي أو تلك المرحلة السياسية أو ذلك التوقيت الهام نعم. هذا من جهة من جهة ثانية هو انعكاس لإحتياج لا تأتي دولة فلسطين وتقول أو الوزارة المعنية لتقول نعم. هناك اتفاقية ما أو معاهدة دولية ما يجب أن نكون أعضاء فيها لأنها توفر لنا هذه الميزات. وبالتالي نحن في اللجنه الوطنيه الوزاريه التي شكلها السيد الرئيس وبقيادة وزاره الخارجيه نعم. ننظر في هذا الطلب ننظر في تلك الاتفاقيه والمعاهده ما هي ميزاتها ايجابياتها سلبياتها متطلباتها نعم. من هي الدول الاعضاء فيها وكيف نستطيع ان نجير عضويتنا في تلك المعاهده والاتفاقيه لصالح قضيتنا في مواجهه الاحتلال الاسرائيلي. نعم. هذه الدراسة التفصيلية الكاملة نقوم بها نرفعها للقيادة للسيد الرئيس والسيد الرئيس يعطي الموافقة أو التأجيل على للانضمام لطلب تقديم طلب الانضمام نعم. في حال أن السيد الرئيس قال نعم عند ذلك نحن نرفع للسيد الرئيس تلك الوثيقة التي شاهدناها قبل قليل حيث يوقع السيد الرئيس على طلب الانضمام. طلب نعم. الانضمام هي بدايه نعم. وليست النهايه لان الامر ليس بالسهل على الاطلاق ليس بالسهل على الاطلاق عندما تنظر في شروط العضويه نعم. قد تكتشف بان شروط العضويه جدا جدا معقده نعم. قد لا تسمح لك في الظروف الطبيعيه الحاليه ان تستوفيها او قد تجد بان المطلوب هو اكثر من ثلثين الدول الاعضاء وبشرط انه كل الدول الاعضاء على سبيل المثال يجب ان ترسل رسائل خطيه توافق فيها على ذلك الطلب نعم. وفي حال انه لم تستكمل لا يمكن النظر في هذا الموضوع وهذا بالنسبه لنا حدث في اكثر من حاله نعم. وعليه يجب ان يكون لديك زخم سياسي قوي دعم دولي وتفهم لتلك الحاجه يجب ان تكون لديك علاقات مميزه مع كثير الدول لكي لا. تتعامل معك بهذا بهذا الشيء يجب ان تعطي تبريرات لماذا تريد ان تكون عضوا في تلك المنظمه او تلك الاتفاقيه او المعاهده لا. ويجب ان تعمل مع كل هذه الدول من خلال العلاقات الثنائيه والمتعدده من اجل تسخيرها لكي تأتي في اليوم المناسب لكي تصوت لصالح انضمام فلسطين لذلك عندما يتم التصويت ويتم القبول عند ذلك تصبح عضويتنا تدخل حيز النفاذ سارية وبعض المتطلبات الأخرى قد يكون في هناك توقيع اتفاقيات أو غيره هذا الإجراء ليس بالسهل طبعا هذا الاجراء قد ينجح ل... بالمره بالمر... الاولى وقد لا ينجح بالمره الاولى، نحن حاولنا على سبيل المثال للدخول في الانتربول لم ننجح في المره الاولى ولكن نجحنا في المره الثانيه في المره لا. الثانيه رغم انه ال... ال... نحن كنا نتوقع معركه شرسه جدا 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 من قبل اسرائيل والولايات المتحده والدول التي تسير في فلكها ولكن نجحنا في في المره الثانيه وهذا النجاح بالمرة الثانية بالنسبة لنا كان في غاية الأهمية لأننا تعلمنا من أسباب فشلنا في المرة الأولى تجنبنا هذا هذا الفشل وأخرجنا الدروس والعبر من المستفادة منها نعم. وبدأنا مبكراً من أجل الوصول إلى النتيجة التي حققناها. بالنسبة لنا هذه هي المعركة هي معركة طويلة معركة مستمرة تحتاج جهد كبير تحتاج عمل دبلوماسي على كل المستويات الثنائية والمتعدد من أجل الوصول إلى تحقيق ذلك الهدف. طيب دكتور اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل. مشاهدينا اهلا بعودتكم معنا الي الجزء المتبقي من هذه الحلقه ودائما مع معالي الدكتور رياض المالكي وزير الخارجيه والمغتربين معالي الاخ الدكتور رياض يعني المجالات التي يعني توجهتم للانضمام اليها نعم. يعني مثل ما احنا بنشاهد رسمناها كخارطه صحيح، فلسطين صحيح. يعني اهم المجالات التي ركزت القياده الفلسطينيه بالتوجه الى يعني الانضمام اليها نعم. بعد بعد اليونسكو وبعد الامم المتحده صحيح شوف يعني نحن لا نذهب لمجرد الذهاب والانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات لنقول اننا اصبحنا اعضاء في هذا العدد الكم من الاتفاقيات والمعاهدات وانما ندرس كما اشرنا في البدايه ندرس كل حاله على حدة نعم لكي نرى القيمه المضافه للانضمام لتلك الاتفاقيه والمعاهده وكيف يمكن الاستفاده من عضويتنا فيها لتجييرها لصالح موقفنا في مواجهه ال, 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 ال الجبروت الاسرائيلي والاحتلال الاسرائيلي بالنسبه لنا هذا مهم جدا نعم. لذلك عندما نقدم للسيد الرئيس المقترحات نحن نركز على العناوين التاليه هي. نحن نركز على اولا الاتفاقيات المرتبطه بحقوق الانسان نعم. وفي هذه الاتفاقيات لدينا اتفاقيه وقعنا عليها اتفاقيه حقوق الطفل واتفاقيه المراه والحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه والحقوق السياسيه والمدنيه كل هذه الاتفاقيات هدفها كانت هو حمايه حقوق ابناء الشعب الفلسطيني في ظل ما يرتكب سلطات الاحتلال من جرائم وانتهاكات. نعم. هذا بالنسبه لنا مهم جدا. ونحن نعمل سنويا تقديم تقارير سنويه تقدم الى تلك الهيئات المرتبطه بالمعاهدات بخصوص الوضع في فلسطين، نعم. بخصوص الطفل، بخصوص المراه، بخصوص كل هذه القضايا. هذا النوع الاول اتفاقيات حقوق الانسان نعم. ثم هناك اتفاقيات القانون الجنائي الدولي اتفاقيات القانون الجنائي الدولي هي التي لها علاقه بكيفيه اتاحه اليات مساءله لدوله الاحتلال عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني نعم مثال على ذلك هي المحكمه الجنائيه الدوليه ميثاق روما المؤسس للمحكمه الجنائيه الدوليه نعم. ونحن الان لدينا قضايا احاله الآن تنظر فيها الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية نأمل قريبا جدا أن يتم الموافقة على فتح تحقيق باتجاه هذا الموضوع نعم. له علاقة بإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اتفاقية دولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها نعم. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هذه اتفاقيات نحن وقعنا عليها ونحن اخترنا هذه الاتفاقيات لانها تستطيع ان توفر لنا اليات مساءله ومحاسبه لاسرائيل لا. ونحن من اول ما انضممنا لتلك الاتفاقيات ذهبنا وقلنا نقدم قضايا ضد إسرائيل، نعم. وهذه القضايا موجودة نعم. الآن ويتم النظر فيها من قبل الهيئات التابعة لتلك الاتفاقيات والمعاهدات. نعم. ثم ذهبنا إلى القانون الإنساني الدولي. الانساني نعم. في القانون الإنساني الدولي لها علاقة بتنطبق على النزاعات الدولية ما بين دول أو النزاعات الداخلية في حالة إنه هناك حرب أهلية أو نزاع مسلح. نعم. وهذه بالنسبة لنا مهم جدا. نحن نتابعها بكل تفاصيلها. فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسيه نعم. نحن لدينا مئة سفاره وممثليه في, الأم... في 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 كل دول العالم يجب ال... الاتفاقيات العلاقات الدبلوماسيه نعم. خاصه اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسيه والعلاقات نعم. القنصليه نعم. الى اخره هي التي تحدد طبيعه العلاقات ما بين الدول وفي كيفيه التعامل كيف تفتح سفاره وقنصليه الـ الـ الاتفاقيات الناظمه للعلاقه كيف هذه السفاره والقنصليه يكون لها صلاحيات وقوانين وانظمه تتبع في العلاقه مع الدول المضيفه نعم كل ذلك هذا في العلاقات ما بين الدول نعم عندما نحن نوقع عليها ونصبح نحن اعضاء فيها معناها يتم التعامل مع سفاراتنا وهيئاتنا الدبلوماسيه بنفس المستوى نعم التي يتم التعامل فيه ما بين الدول ذاتها نعم هذا بالنسبه لنا مهم جدا فيما يتعلق بالبحار بحر نعم, نعم. البعض يقول لماذا نوقع هذه الاتفاقيه نعم لدينا كنت... لدينا اتفاقيه قانون البحار قانون البحار مهم جدا لانه يحدد يرسم الحدود البحريه نعم. للدول وايضا الانتفاع بالمصادر الطبيعيه نعم. المستخرجه من القاع بالنسبه لنا هذا مهم جدا لماذا لانه اكتشفنا بانه الدول المجاوره شمالا وجنوبا وقعت اتفاقيات ترسيم حدود بحريه فيما بينها وتجاهلت الحق الفلسطيني وبالتالي نحن قررنا ان ننضم لتلك الاتفاقيه من اجل ان نرسم حدودنا البحريه نعم وان نحدد احداثيات تلك الحدود البحريه بما فيها المنطقه الاقتصاديه الخالصه وقمنا بعد ما انهينا كل هذه الدراسه بشكل قانوني قمنا بايداع هذه الحدود البحريه في الامم المتحده وفي جامعة الدول العربية نعم. بمعنى آخر أننا أشهرنا نعم. حدودنا البحرية وقلنا للعالم من يريد أن يتحدث معنا يأتي ليجلس حسب قانون البحار الناظم لطبيعة تلك العلاقات والخلافات نعم. هذا يعني العلاقة مع إسرائيل في حدودنا البحرية العلاقة مع جمهورية مصر العربية العلاقة مع قبرص وفيما يتعلق أيضا بالمنطقة الاقتصادية الخالصة بمعنى مواردنا الطبيعيه الموجوده هناك من غاز او من حتى من بترول او من ثروه طبيعيه الى اخره، نعم بالنسبه لنا هذا مهم جدا طيب دكتور يعني المجالات وال يعني حقيقه لا مجال لنا لذكرها جميعها بدنا نتحدث دكتور يعني المعيقات المعيقات والعوائق امام تنفيذ او الانضمام الى هذه الاتفاقيات بشكل عام وايضا يعني اريد ان احدد مثال امريكا تهدد يعني بالخروج او بعدم دخول فلسطين في اتفاقيه حقوق الملكيه الفكريه ده. يعني ماذا تعني هذه الاتفاقيه من اجل ان تقوم امريكا الولايات المتحده بالتهديد بالانسحاب او بالانضمام فلسطين ما هي أو القيمه اولا المعيقات هي معيقات موجوده مرتبطه ب امكانيه استكمالنا لشروط العضويه. نعم. هذه هذا اهم معيق بالنسبه لنا. نعم. المعيق الثاني هو المعيق السياسي. لانه بدون ضوء اخضر من القياده الفلسطينيه للذهاب للانضمام لن نستطيع ان ننضم حتى لو كانت لدينا حاجه ضروريه وملحه. نعم. ثالثا بالتاكيد هناك مواقف رافضه لانضمامنا وتعمل ضد انضمامنا. وكما أشرتم أمريكا وإسرائيل هي التي تعمل ضد انضمامنا وتؤلب كثير من الدول لأسباب مختلفة هناك تنمر هناك ضغط هناك تهديد هناك ابتزاز أمريكي إسرائيلي لعديد الدول لكي تمتنع عن التصويت لصالح انضمام دولة فلسطين لهذه المنظمات أو الاتفاقيات أو المعاهدات نعم. ورأينا في الانتربول الحالة الأولى أننا لم ننجح بسبب ذلك التنمر والتهديد الآخري ولكن نجحنا في الحالة الثانية لأسباب آه 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 تغلبنا عليها. نعم. لماذا امريكا نعم. لا تريد؟ هذا هو اولا، هو صقل للشخصيه القانونيه والاعتباريه لدوله فلسطين. عندما نصبح اعضاء في هذه الاتفاقيات والمعاهدات تصبح دوله فلسطين جزء من ذلك النادي. نعم. يتم التعامل مع دوله فلسطين كدوله كامله العضويه لها ما عليها من امتيازات ومن واجبات. نعم. كبقيه كل هذه الدول، ونصبح نحن وامريكا واسرائيل على قدم المساواه. نقدم نعم. نستطيع ان نتنافس في مواقع معينه، نستطيع ان نستفيد من من البرامج والمشاريع التنمويه الى والتطويريه والبحثيه في تلك الاتفاقيات والمعاهدات، ونستطيع ان نجير تلك الاتفاقيات والمعاهدات لصالح مواقفنا. نعم. وبالتالي امريكا واسرائيل لا يريدان نعم. لدوله فلسطين ان تكون جزءا من ذلك الاجماع الدولي وتلك المنظومه الدوليه. وذلك النادي وبالتالي هم يحاربوا نعم. عضويتنا فيها ودخولنا في تلك الجهات نعم. لماذا اشرت الى الملكيه الفكريه الملكيه نعم. الفكريه الفكريه هي اسهل أيوة. أسهل اتفاقيه نستطيع ان ننضم اليها واصعب اتفاقيه في نفس الوقت لماذا نعم. ما هو مطلوب للانضمام هو فقط رسالة موقعة من قبل السيد الرئيس أو من قبل من قبلي أنا كوزير خارجية نعم لأن الانضمام لاتفاقيات فقط يستطيع أن يوقع على الانضمام لاتفاقيات إما رئيس الدولة أو وزير خارجيتها يعني نعم ليس أكثر فبالتالي هي رسالة توقيع طيب. معناها معناها معنى ذلك في حال أنا دخلنا بتأكيد أمريكا هددت بأنها سوف تنسحب إذا نعم انسحبت سحبت أمريكا هذا يعني بأن النظام المرتبط ببراءات الاختراع وغيرها سوف ينهار بالكامل نعم وهناك تنافس يعني خسارة كبيرة لها لها نعم وهناك تنافس كبير ما بين عديد الدول بما فيها الصين نعم التي تدخل ببراءات اختراع عديدة التي, التي في حال أن انسحبت أمريكا منها يعني ذلك بسهولة يمكن لكثير من الجهات غير القانونية ان تاخذ تلك البراءات وتقوم نعم. بتنفيذها اذا هذا يعني خساره فادحه لامريكا نعم. طيب. امريكا لا تريد ان تخرج ولا تريد ان تدعنا يعني هي حمايه نتخل. لنفس يعني هو اوكي طيب دكتور نعم. يعني اسمح لنا في الدقائق المتبقيه القليله بدنا يعني نتحدث ما المطلوب ما هي المتطلبات الان من اجل انا دقيقه واحده ماذا سنفعل من اجل ان نكون احنا اعضاء لا نقصر في مع المجتمع الدولي ما المطلوب منا يعني ما هي الالتزامات اللي علينا نعم صحيح لهذا السبب هناك نعم. لدينا لجنه نعم. وطنيه وزاريه لموائمه التشريعات في هذا الموضوع نعم. بمعنى ان هناك تشريعات مرتبطه بانضمامنا لتلك الاتفاقيات والمعاهدات هذه التشريعات فوق الوطنيه نعم. ولدينا تشريعات وطنيه من الذي يسمو هل التشريعات فوق الوطنيه ام الوطنيه بالتاكيد حسب القانون الدولي نعم. التشريعات فوق الوطنيه بمعنى الاتفاقيات والمعاهدات تسمو فوق القوانين الوطنيه نعم. المطلوب في هذه الحاله هو ان نوائم نعم. نعم. تشريعاتنا الوطنيه لكي تصل الى مستوى التشريعات الدوليه هذا يعني اننا يجب ان نعمل تعديلات تغييرات على قوانيننا قوانين الوطنيه الوطن. لكي تصبح تتواءم مع تلك التشريعات هذا اولا ثانيا انه قد يتطلب منا ادخال تعديلات في الهياكل التنظيميه والاداريه لبعض الوزارات لكي مم. حسب متطلبات انضمامنا لتلك الاتفاقيات والمعاهدات ثالثا ان هذه هذا الانضمام يطلب منا تقديم تقارير سنويه نرفعها للجهات المسؤوله ونحن مسؤولون عن تلك تلك التقارير نعم. ويجب ان نثبت خلال تلك التقارير باننا التزمنا بما علينا من التزامات حسب تلك الاتفاقيات والمعاهدات نعم. هذا نعم. يعني ان علينا ان نعمل الكثير الانضمام لا يعني هو مكسب فقط نعم. وانما عليك هناك واجب والتزامات والتزام. يجب ان نقوم نعم. بها طيب. وهذا هذه القضيه يجب ان يعيها الجميع نعم. طيب دكتور يعني ال وصولا الى هذه الجلسه في المجلس الامن نعم مجلس حقوق الانسان حقوق في الانسان يعني انتم هنا منظمه التحرير الحكومي والرئاسي نعم انتم فريق واحد تعملون تحت شك... مسمى دوله فلسطين نعم دكتور يعني رياض المالكي معالي وزير الخارجيه والمغتربين شكرا على هذا التوضيح حقيقة نحتاج إلى المزيد من المعلومات مع ولدينا في جعبتنا الكثير من المعلومات نريد جلد. أن نطلعها السادة المشاهدين حقيقة سوف نتناول الاتفاقيات من جوانب فنية من جوانب قانونية وأيضا التشريعات ومن جميع الجوانب هذا توضيح مهم جدا إن شاء جدا لشعبنا الفلسطيني ولابنائنا شكرا لحضورك وشكرا شكراً. لهذه البداية هذه الحلقة الاستهلالية للعديد من الحلقات إن شاء الله إن شاء الله شكرا مشاهدينا نشكرك على المتابعه لحضور هذه الحلقه مع معالي الوزير رياض المالكي يعني وزير الخارجيه والمغتربين الذي يقف على راس الدبلوماسيه الفلسطينيه للوصول الى التحرير ان شاء الله واقامه الدوله الفلسطينيه من خلال هذه المعركه الدبلوماسيه شكرا لكم للمتابعه والى اللقاء